L'acide aminique s'appelle acide communique. Et après, on a fait des modifications, des cassanes, دكتور شميسة محجور من الجزائر، أشتغل في مدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران. المشروع اللي تقدمت به pour avoir هاد لا بورس سي بيان لا سينتيز دي سوبستانس ناتوريل، مواد طبيعية مستخلصة من الطبيعة، من نباتات، من بكتيريا، من فطريات، من أجل بعد استخلاص هذه النباتات، بعد استخلاص هذه المكونات الطبيعية، قمنا بتجربتها على ثلاث أنواع من السرطانات: سرطان الثدي، وسرطان القولون، وسرطان الرئة. والحمد لله أعطتنا نتائج جد 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 طيبة، ويعني نأمل إن شاء الله من أجل تطوير هذا المشروع واستخلاص أكثر مستخلصات طبية من طبيعية من أجل تفادي الآثار السلبية للعلاج الكيميائي إن شاء الله. وقت طويل، 4 سنوات من الدكتورة، وحتى أنا الآن يعني مازال مع هذا البحث.